سبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، يطيب لنا أن يكون لنا مع صحيح الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وقفات، بدءا من كتاب العيدين. وكما هو معلوم عند أهل الحديث أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، أي أن الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يضمن فقهه من خلال الترجمة التي يضعها رضي الله عنه وأرضاه عند كل باب، أو في بداية كل باب، أو في العنوان الذي يضعه في بداية الباب، فيقول مثلا كتاب الصلاة باب كذا، ويذكر الحكم الذي أراده رضي الله عنه وأرضاه. ونستفتح بكتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، أي أن الإسلام يطلب من المسلم أن يتجمل دائما أبدا، لا سيما عند العبادات ولا سيما في الأعياد. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد وللوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله تعالى له أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. هذا هو الحديث الذي ابتدأ به الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ جبة من استبرق وذهب بها إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطلب من المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام أن يشتريها حتى يتجمل بها لصلاة العيد ولمقابلة الوفود، فلم يرد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يفعل ذلك،
معللا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا: إنما هي لباس من لا خلاق له. فلما أرسل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبة من ديباج إلى سيدنا عمر، ظن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد منه أن يلبسها، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم من عمر أن يبيعها وأن يصيب بها أو من ثمنها الحاجة التي أراد في العيد وفي غير العيد. في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، ردًا على قول عمر ابتع هذه تجمل بها، شراح الحديث ذكروا بأن كلمة تجمل بها الأصل أنها بتاءين، أي تتجمل بها يا رسول الله، وإنما حذفت إحدى التاءين فصارت كأن الفاروق رضي الله عنه يستأذن من المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يلبس هذه الجبة وأن يتجمل بها، سواء للأعياد وسواء للوفود. وفي قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للفاروق عمر: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، كأنها نظام المقايدة الذي تحدث عنه الفقه الإسلامي، أي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد من الفاروق رضي الله عنه أن يذهب بها كي يبيعها في السوق أو في غيره، ثم يصيب بثمنها هذا الحاجة التي أرادها سواء في الأعياد أو في غير الأعياد. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يلعبون في يومين اثنين، ولما سأل عليه الصلاة وأتم السلام عن ذلك ذكر له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها أعيادهم، فقال عليه الصلاة وأتم السلام لمن معه من المسلمين سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار: قد أبدلكم الله تبارك وتعالى بهما يومين في الإسلام، الفطر والأضحى. وعندما تذكر الأعياد في الإسلام ومن خلال هذا النص الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه، ينبغي على كل مسلم أن يلزم الجماعة وأن يتعاون مع غيره حتى يصل الجميع إلى الوحدة التي أرادها الله عز وجل. ففي عيد الفطر مثلا تظهر فيه من علامات الوحدة عندما يأمر الله تعالى بالصيام فيصوم الجميع في يوم واحد ويفطر الجميع في وقت واحد، وعندما ينتهي الشهر العظيم المبارك يفطر الجميع في يوم واحد ويخرج الجميع لأداء شعيرة الصلاة في ساعة واحدة وفي وقت واحد. هذه الوحدة نفتقد إليها في عالمنا اليوم، لا سيما وأنها أصل أصيل من أصول الشريعة أن نتحد على كلمة سواء، سواء كان ذلك في الأعياد أو في غير الأعياد، لأن الله تبارك وتعالى
لما وصف هذه الأمة في القرآن الكريم وصفها بالوحدة، فالله تعالى قال في قرآنه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وينبغي لكل مسلم أن يدرك أن القرآن الكريم يذكرنا بالأعياد، ويذكرنا بما ينبغي على كل مسلم أن يفرح فيه. ولذلك لما قال أحد أحبار اليهود لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال الفاروق رضي الله عنه: إني لأعلم هذه الآية. وتلا الفاروق رضي الله عنه الآية التي تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الجبة التي ذهب بها الفاروق رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استبرق، والاستبرق هو من لباس أهل الجنة كما ذكر القرآن الكريم: من سندس واستبرق. والسندس يعبر به عن الحرير الناعم، والاستبرق يعبر به عن الحرير لكن ليس ناعما وإنما هو إلى الخشونة أقرب. ولذلك قال الإمام الكرماني رضي الله تبارك وتعالى عنه: لما ذهب الفاروق رضي الله عنه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الجبة وذكر أنها من استبرق، هذه إشارة إلى نوع هذه الجبة، فلم يقل ابن عمر أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة هكذا وأطلقها، وإنما قيدها بقيد فقال: بجبة من استبرق. وفي هذا إشارة إلى نوع الجبة كما قال الإمام الكرماني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كذلك من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يفهم منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المسلم ينبغي عليه أن يتجمل دائما على سبيل العموم وفي الأعياد على سبيل الخصوص، لكن قدر الطاقة. يعني ما ينفعش إن الواحد يستدين بدين حتى يتجمل، يعني ما ينفعش أن أقترض مالا من غيري ولا أعرف كيف أقوم بسداده ولا متى أقوم بسداده حتى أتجمل. ولذلك كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا من باب تحول الخطاب لما قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما هذه لباس من لا خلاق له، وكأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار إلى أن يتجمل المسلم في الأعياد لكن حسب الطاقة وحسب الاستطاعة، لأن القرآن الكريم يعلمنا: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. وفي آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، وردت في رواية أخرى: تبيعها وتصيب بها حاجتك. يعني هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، لكنها وردت في رواية أخرى: تبيعها وتصيب بها حاجتك، أي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرواية الأولى تبيعها إن أردت مالاً أو إن أردت توسعة على أولادك، أو تصيب بها حاجتك إن كان عندك ما يكفي في شأن التوسعة على العيال. في الرواية الأخرى تبيعها وتصيب بها حاجتك، أي تقوم ببيعها وتصيب بها حاجتك من خلال الثمن الذي عاد عليك عن طريق هذا البيع. والله تبارك وتعالى في قرآنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. نأتي إلى باب آخر من كتاب العيدين. كتاب العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد ابن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. في هذا الباب، وهو باب الحراب والدرق يوم العيد، يروي لنا الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه من خلال هذا السند، والذي يشتمل هذا السند على مجموعة من المصريين الذين يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقسم الثاني من المدنيين، أي أن هذه الرواية وردت بإسناد إلى المصنف رحمه الله تعالى. وإسناد هذا الحديث ينقسم إلى مصريين ومدنيين. سيدنا الإمام البخاري عندما يروي هذا الحديث فيقول: حدثنا أحمد، هكذا على الإطلاق. من هذا؟ من أحمد الذي أطلقه الإمام البخاري؟ ذكر الإمام ابن حجر أنه أحمد ابن عيسى، وسيدنا أحمد ابن عيسى من شيوخ الإمام البخاري رضي الله عنه، أي أن الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه تتلمذ على يديه وأخذ الحديث عنه. وكلنا يعلم أن في باب مصطلح الحديث ما يعرف بالتحمل والأداء، أي أن الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه تحمل الحديث عن أحمد بن عيسى وأداه إلى من سمعه من التلاميذ. ولذلك قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد، يقصد به أحمد بن عيسى.
روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها هذا الحديث، وكلنا يعلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المكثرات في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمهات المؤمنين اللائي قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنها تحديدا: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. وهي التي كانت ملازمة لرسول الله حتى أكثرت من الرواية عنه، وحتى أخذت الفقه والفهم عنه صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا.